وجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي 4 أسئلة إلى ممثلي الحكومة خلال الجلسة 11 التي عقدت برئاسة رئيس المجلس معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي بحضور معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي جميلة بن سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام. وسعادة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي حول ارتفاع رسوم المدارس الخاصة، والثاني حول قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين، بينما الثالث حول توطين مهنة مشرفي الباصات في المدارس. اليوم وجهت سؤال لمعالي الوزير حسين الحمادي وزير التربية والتعليم عن ظاهرة ارتفاع رسوم المدارس الخاصة التي أصبحت بصراحة تؤرق عدد كبير من الأسر. الرسوم المدرسية لم تعد فقط رسوم دراسة، بل لها هناك ملحقات كثيرة. بصراحة تتفنى المدارس الخاصة في رسوم حجز المقعد، إعادة التسجيل والمواصلات والوجبات الغذائية وغيرها من الأنشطة المدرسية وغير ذلك. حبينا اليوم نأكد على وجود ترابط وتكامل مع الأنظمة التي تقوم بها في مجلس أبو ظبي للتعليم أو هيئة المعرفة بدبي، بأن يكون هناك أيضا هيئة اتحادية تراقب موضوع التعليم الخاص ومنظومة متكاملة لمراقبة كافة الإجراءات المتعلقة بالتعليم الخاص. كما وجه سؤال إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي معالي نور الكعبي حول عدم الاعتداد بالإجازات المرضية المصدقة والمعتمدة لطلبة كليات التقنية العليا. طبعا السؤال بداية مهم جدا بالنسبة للأمهات وبالنسبة للأطفال، وأنت لما يجيك ابن هذا يعتبر من أثمن الأشياء في حياة الإنسان، بالذات لما يكون البكر، ولما تخلص إجازة الوضع عند الأم بعد 3 شهور يكون عنده معاناة كبيرة، بالذات إذا ما عنده العائلة الممتدة. تبتدي الآن معاناة ومشاكل أسرية وخوف على الابن والاعتماد على الله ثم على عامل ممكن يكون موجود عندك في البيت، وهذا إشكالية كبيرة في الاستقرار الأسري واستقرار نفسي وصحة الطفل ويعني تركيز الأم في هذا الأمر. وناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2020 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، الذي يحتوي على 22 مادة ويهدف إلى تعزيز الحماية وتنمية الثروة الحيوانية طبقا لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، وتحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف الحكومة الاستراتيجية المتعلقة بحماية وتنمية الثروة الحيوانية وفق رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية سالم عبيد الشامسي. هذه هي مجمل الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي صباح اليوم خلال الجلسة 11 إلى الحكومة، والتي لاقت استحسانا كبيرا وكذلك ردود أفعال كبيرة. من مقر المجلس الوطني الاتحادي أيمن مصبح، قناة الظفرة.